الوزارة تحتاج حاليا بحدود 8000 إلى 10000 مدرسة لفك الدوام المزدوج الثنائي والثلاثي. زين. هذا الملف مثل بقية الملفات اللي أيضا عانى معانا طيلة هذه السنين اللي مضت. وهذا الملف من ضمن الأولويات اللي أشار إلها دولة رئيس الوزراء في بداية تشكيل الحكومة. ودليل اهتمامه على توفير بنى تحتية للأبنية المدرسية بشكل صحيح، شكلت لجنة هي اللجنة العليا لحملة الأبنية المدرسية أو تنفيذ الأبنية المدرسية، وهذه اللجنة برئاسة دولة رئيس الوزراء أيضا. ومنذ تشكيل هذه اللجنة إلى يومنا هذا هناك متابعة جادة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة التربية، وزارة التخطيط، وزارة المالية، وتم تنفيذ فعلا اعداد كبيره من المدارس التي كانت متلكئه طيله ذيك السنوات اللي راحت، يعني خلينا نقول هالشكل. كانت هناك بعض المدارس متوقفه وهي واصله الى نسب عاليه 90% 95%، لكن الشركات المتعاقده يعني اوقفت بسبب عدم حصولها على استحقاقاتها الماليه بشكل صحيح. الان من خلال هذه اللجنه حقيقه تم يعني حصول الشركات والمقاولين على استحقاقاتهم، وتم تنفيذ ما تبقى من المدارس التي كانت متلكئة على نسبة قليلة جدا من استكمال البناء، وتم افتتاح يعني اعداد كبيرة من المدارس في محافظة البصرة، في الناصرية، في ميسان، في المثنى، المحافظات التي اكثر كانت تلكؤا في مجال الأبنية المدرسية.